السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطلة تلفزيون نيو، عطلة تلفزيون. هفتح حاليا، فتحت والليد الأحمر شغال، تلفزيون في حالة ترند باي، تلفزيون نيو. علشان افتح لازم اضغط على اول مفتاح في القنوات. افتح، الليد فشل والتلفزيون فتح. التلفزيون فتح طبيعي جدا زي اي تلفزيون. تلفزيون نيو 16 بوصة. عطلة التلفزيون، ما فيش تحكم في المفاتيح. حاليا بضغط على كل المفاتيح، مفيش اي تحكم، والتلفزيون واقف على كلمة نيو. محتاج اجيب قناة الفيديو، مفيش اي تحكم نهائي. التلفزيون العطل، مفيش تحكم في المفاتيح. بحاول اشغل التلفزيون من ريموت كنترول، مفيش اي تحكم. التلفزيون واقف على كلمة نيو ومفيش أي تحكم نهائي. هبدأ أفك التلفزيون وأتابع العطل. تلفزيون نيو 16 بوصة، عطل التلفزيون، مفيش تحكم في المفاتيح. بيانات التلفزيون، تلفزيون نيو جولدي، رقم اي سي العمليات، رقم اي سي المعالج، العطل الحالي. تلفزيون واقف على كلمة نيو. التلفزيون ما عملتش فيه حاجة قبل كده، كل حاجة اعملها بالواقع. وهنتابع العطل مع بعض. اول حاجة اعملها في التلفزيون، هعمل ملف ايبوم جديد، افك اي سي الايبوم مكانه. حاليا الايبوم مزود بقاعدة، ده اي سي الايبوم. هجيب ملف جديد بنفس رقم المعالج، رقم المعالج. هجيب ملف ايبوم بنفس الاسم، هنا ملف الايبوم برقم المعالج، ده رقم المعالج. نفس ملف التلفزيون، دايما بحتفظ بكل الملفات. هبدأ افتح برنامج الايبوم. برمجة الايبوم، اول حاجة اعملها هسحب الملف القديم واحتفظ بيه. حاليا سحبت ملف القديم، احتفظ بملف القديم. هبدأ أدخل ملف جديد لنفس الموديل، ملف جديد. هشحن الاي سي،
تم شحن الملف بنجاح. هبدأ شغل التلفزيون. حاليا الليد شغال في حالة ستاند باي. هفتح التلفزيون. فتح احاول اتحكم في المفاتيح. اتحكم من المفاتيح. بعد ما شحنت الاي سي بملف جديد بحاول اتحكم في المفاتيح. مفيش اي تحكم ولا اي تحكم من الريموت. نفس الوضع القديم. هبدا اتابع العطل. عطل التلفزيون مش هيبعد عن ملف الاي بروم. هقفل هفك الاي سي القديم وهجيب اي سي جديد نفس الرقم. اي سي جديد نفس الرقم. وهبدا اشحن نفس الملف اللي شحنته قبل كده. حاليا تم شحن الملف بنجاح. لأي شيء جديد مشحون بملف جديد. لأي شيء القديم. افتح عليه. انفتح الليد الاحمر شغال في حالة ستاند باي. حاليا الليد الاحمر شغال. هفتح الليد. فصل التلفزيون. فتح. حاليا التلفزيون فتح طبيعي. هبدا اضغط على المفاتيح. حاليا المفاتيح كلها شغاله. كل الوظائف شغاله تمام. حاليا كل الوظائف شغاله. كل حاجه شغاله تمام. هوصل فيديو. فوزه السبت بنتيجة 100. التلفزيون اشتغل زي الفل. سبب العطل اي سي الايبروم. الجمهورية لشباب السلة تم تبديله بواحد جديد. التلفزيون اشتغل تمام بدون اي مشاكل وكل الوظائف شغالة. حسم بطل هذه النسخة من البطولة في اللقاء اللي يقام بصالة الشرقية للدفاع. الفريقان كانوا قبل اللقاء مع شباب مجال الاستثمار.